ما تقلقش يا رامي، ده بابا راجل ظريف جدا والله. ده انت هتحبه خالص، وهو كمان هيحبك قوي. اهلا اهلا اهلا. لا لا، خليك زي ما انت يا ابني، خليك زي ما انت. اهلا اهلا، منور. ايه الشياكه والحلاوه والجمال ده؟ ايه كل ده؟ هو كان في حفله وانا ما اعرفش ولا ايه؟ مساء الخير يا فندم، انا رامي. اهلا يا رامي، اهلا. ايه يا حبيبي، انت مالك متوتر ليه كده؟ لا اقعد براحتك بقى وفك كده لا وخليك. لا ايه ايه، عادي بقى، فك بقى. لا حاضر حاضر، انا مش متوتر ولا حاجه، بس اصل دي اول مره اجي فيها موضوع زي ده. قصدي يعني ان دي اول خطوبه، لا قصدي يعني انها اول واخر خطوبه، وان شاء الله هتبقى دي الاخيره. لا 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 لا، يعني انت واضح ان انت مش قادر تفك يا ابني. احنا هنا ناس بساط، نحب البساطه ونحب الفرفشه ونحب لا مش كده. حتى انت اكيد بسمع قالت لك ان انا اسمي ظريف. لا مش اسم، ده مش صفه، ده اسمي فعلا، ابراهيم محمد ظريف. قالت لي طبعا يا فندم، قالت لي، وده اللي شجعني وخلاني اجي النهارده عشان اقول لا لا، لحضرتك انا عايزك ان تفك بقى وتفتح الزراير. لا لا لا، بص لسه رابط، لسه رابط، فك لا خالص، لا فكيت نفك كده او نقعد بقى عشان نعرف وناخد وندي مع بعض بقى، مش كده ولا ايه؟ حضرتك تحب تعرف ايه؟ يا ابني انت ليه بتتكلم كده كانك قاعد في تحقيق ولا بتاع؟ احنا هنا نحب الفرفشه ونحب الدلع ونحب الضحك وال صوتك. حتى انا سميت البنت الكبيره ابتسام والوسطانيه بسمه، ما انت عارف بسمه بقى. والولد الصغير سميته باسم، كنت عايز اسميه بسام بس قلت هيبقى اوفر قوي. ربنا ربنا يخليهم حضرتك. على فكره انا ارتحت معاك في الكلام جدا يا حبيبي. والله انا مبسوط من حضرتك في الكلام كده، وحاسس ان انا براحتي يعني. يا حبيبي ربنا يخليك. طب بالمناسبه الحلوه دي بقى، ما تقول لنا نكته. نكتة؟ بعدين النكت دي ممكن تعرفك الإنسان أكتر من كلامه، مش كده ولا إيه؟ طبعا حضرتك عندك حق. نكتة نكتة. حاضر حاضر حاضر، نكتة نكتة. مرة واحد صعيدي إيه كان لا 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 لا، آسف، أنا مش مصدق. أنا نخش بقى في حكاية صعيدي ومش صعيدي و... أنا آسف والله، أنا ما أعرفش حضرتك يا فندم إن أنت من الصعيد. يا حبيبي آسف. أنا مش من الصعيد، بس ده مش معناه إن إحنا نقول بقى دمياطي واسكندراني لا لا، مش معقول. أنت ترضاها لنفسك؟ يعني أنت منين مثلا؟ من الزمالك. طب تحب بقى إن أنا أقول نكتة مرة واحد زملكاوي وأقعد وأضحك وأعمل كده؟ على فكرة دي بتحصل في كل الأوقات وبتتقال وبنضحك عادي، مفيش مشكلة. وبتضحك وأنت زملكاوي؟ حضرتك أنا مش زملكاوي، أنا أهلاوي. لا لا لا، رامي رامي رامي، ما تدخلنيش في قصص الزمالك والأهلي والمناطق الشياكة دي. يا ابني في إيه؟ دي نكتة نكتة، يعني عندنا ضحك بريء، مساحات شاسعة نهزر فيها، ابعد عن الحتة دي خالص. قول نكتة بقى وفك بقى. حاضر حاضر فك. حاضر حاضر. مرة واحدة تخينة كان لا 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 يا رامي لو سمحت، واحدة تخينة معقولة هنقول كده؟ واحدة تخينة الله أعلم بظروفها إيه؟ لا. ممكن تكون مشكلة صحية، ممكن تكون حاجة طبية، خطأ حصل. بعدين أنت لو مراتك تخنت يعني هتتريق عليها؟ أنا ابتديت أقلق على بنتي. لا, لا لا والله أنا آسف. ده حقيقي ابتديت أقلق على بنتي. أنا آسف، دي فاتتني غصب عني، معلش. الضحك لازم يكون بريء وما يزعلش حد. شوف لنا بقى نكتة تانية يا أخي. ما هو ملوش لازمة حضرتك. نكتة بقى. حاضر. نكتة يا أخي، فك بقى فك. حاضر حاضر. أهم حاجة نبعد عن المناطق وعن الأشخاص. حاضر. ونكتة. حاضر 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 حاضر. أيوه أيوه، اسمع دي. إيه دي نكتة سرية ولا إيه؟ هي حلوة، شكلها حلو. مرة واحد في ليلة دخلته كان رامي، أنا مش فاهم أنت ليه مصمم تنكت في المناطق الحساسة دي؟ ما الدنيا واسعة قدامك يا أخي، زانق نفسك ليه؟ حاضر حاضر حاضر. مرة واحد فقير قوي كان إحنا هنتكبر على مخاليق ربنا. مرة واحد غني قوي راح يا بقى حبيبي أنت شيوعي يا ابني. مرة واحد تعبان فكان لا لا لا، احمد ربنا على نعمة الصحة. مرة واحد دكتور. الدكتور دي مهنة محترمة، عيب. مرة واحدة ست. انت هتسخر من نص المجتمع؟ مرة كائن فضائي. يا حبيبي ما تدخلناش في مشاكل مع ناس تانية بقى. مرة واحد فول. احنا هنكفر بنعمة ربنا ولا ايه؟ طب مرة واحد مسؤول. لا لا لا، انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجة. طب مرة واحد اتنين تلاتة. انت جاي تتريق عليا بقى. طب مرة واحد من ما وراء البحار. ماما ما وراء. طب مرة راجل عجوز.
راجل عجوز. شكر يا ابني، انت تقدر تقول النكتة دي لوالدك؟ شرفتنا يا ابني. ايوه يا طريف. يا حبيبتي خلاص زي ما وعدتك، بسمة لابنك شتا. ابن عمتها اولى بيها. طفشت العريس ازاي؟ لا طفشته بطريقتي بقى. هتيجي بقى يوم الخميس الجاي انت وشتا؟ طب كويس ان انت قلتيلي بقى عشان نبقى نتقل.